مرحبا واهلا وسهلا فيكم معنا بهالحلقه الجديده من ضيف وحكايه. مثل ما كلنا بنعرف، وصل لالمانيا خلال الاشهر الماضيه اعداد كبيره من اللاجئين، وطبعا كل واحد فيهم بيحمل معه امنيه بحياه افضل ومستقبل امن. اليوم رح يكون ضيفنا حيدر ثامر حميدي، اللي هرب من العراق بعد ما تعرض لاكثر من مره من تهديدات وحتى محاولات بالقتل، والسبب هو عمله كمترجم مع الجيش الامريكي وعمله لاحقا كمصور صحفي مع الجيش العراقي. رح نلتقي معه اليوم لنعرف منه مشاهداته بالعراق، دوافع هروبه وواقع لجوءه الحالي. خلونا نتعرف مع بعض على ضيفنا لهاليوم. الله يخليك. الحمد لله. مرحبا، هذه بنتي نجوى. اهلين يا نجوى، كيفك؟ نجوى اكبر اولادك؟ اي، اكبر وحده بيها. يا لسه عندك طفلين؟ عندي يوسف اصغر من نجوى، وعندي الصغيره فاطمه. اوكي حيدر، انت مستقبلنا اليوم بمركز ايواء اللاجئين موجود في برلين، اللي هو عباره عن صاله رياضيه مثل ما انا شايفه. اي نعم، صاله رياضيه كان الاستقبال بها من البدايه هنا هذا المكان. وهذا يعني اول مركز وصلت له في برلين انت والعائله؟ لا صراحه، انا رحت على منطقه ثانيه وسووا لي ترانسفير على هذا المكان. نقلوك لهذا المكان. قد ايش صلكم تقريبا موجودين هون؟ اكثر من شهرين. شهرين هون؟ اكثر من شهرين تقريبا. اوكي، وال يعني الاشخاص الموجودين هن عائلات، هن افراد، هن يعني كيف تم اختيارهم؟ اختيار عشوائي. اكو اشخاص مجردين، يعني ناس غير متزوجين، واكو عوائل موجودين مختلط. يعني يعني عندك معلومات قد ايه ممكن لسه تضلوا موجودين هون؟ والله حسب علمي انه بعد التسجيل مده البقاء 3 اشهر بعد التسجيل، فاحنا سجلنا يوم 8/12، فلازم نحسب بعد يعني 3 اشهر، يعني قضينا شهر تقريبا من المده المقرره بهذا المكان. واليوم شو عاملين؟ أنشطة للأطفال ولا؟ أي هذه أنشطة رياضية، يحاولون إنه يسلون الأطفال بعض الأوقات. بتتم هيك بشكل دائم مستمر تقريباً ولا؟ تقريباً بالمناسبات تقريباً، مو يومي يعني. مو بشكل يومي لا. وعادة هيك شو ممكن الأطفال يعملوا؟ نجوى شو بتعملي أثناء اليوم؟ يعني تلعبي، ترسمي؟ أنا ما برسم، أنا مو بابي. مدرسة ما في؟ ما هلا خلص بطلونا، قالوا يعني بدنا نسوي مدرسة لحتى يسوونا لنا، بس خلينا نحضر، قالوا لحتى يحضرونا ونسوي المدرسة. أنت تعلمي ألماني شوي؟ ماشي. حيدر، بعرف إنه مثل ما شايفين الأسرة هيك فوق بعض مصفوفة. أي نعم. ما في أي مجال للخصوصية؟ ما؟ لا طبعاً، مجال الخصوصية مفقود هنا، لأنه تعرفين سرير ومغطى بشراكف يعني، فماكو خصوصية نهائياً. الخصوصية الوحيدة بس لما تدخل داخل السرير، فشي بسيط. طيب خليني أشوف معك وين أنتم مقام، يعني مكان إقامتكم مع العائلة لحتى هيك نأخذ فكرة أوضح إنه كيف الوضع. طبعاً. أوكي. هذا محل إقامة. هذه الباب الرئيسية، البوابة. تقدرين تفوتين. مرحبا. مرحبا. هذه زوجتي أم يوسف. أهلا وسهلا. مرحبا. هذا. مرحبا يوسف. يوسف ابني. كيفك؟ هذا مكان الإقامة. هذا مكان الإقامة مثل ما شايفين. طبعاً. هلا هي الغرفة جديدة، ما مكان. هذا هو ما كان هالشكل بس، كان أسرة. بس حصلنا على هذه الغرفة قبل يومين، انبنت قبل يومين وحصلنا غرفة. هذه
أي شوي أريح من برا ما هيك؟ تقريباً يعني خصوصية، خصوصاً أنه تنزع حجابها مثلاً براحتها بداخل الغرفة أو نبدل ملابسنا بداخل الغرفة، يعني أفضل من السابق. كيف وضعك؟ يعني أنت وأنت وثلاث أطفال هلأ موجودين هون، كيف بتحسي الوضع؟ ماكو راحة، ماكو نوم. شو الصعوبة؟ يعني ما نقدر ننام براحتنا ولا نقدر نقعد براحتنا، وعندنا طفلة يعني مكسرة أعصابها من الهوسة والضجة اللي دا تصير هنا داخل الكل. طفلة الأصغر ما فاطمة ما هيك؟ نايمة فاطمة هلأ. يعني ما في إمكانية للنوم بسبب الضجة لأن كل المكان مفتوح على بعض. لا بالنهار ولا بالليل ما نرتاح أبدا. طيب في رعاية هلأ من المسؤولين عن المركز؟ في رعاية لكم؟ في رعاية للأطفال؟ إذا بدكم أسئلة استشارات بتحس إنه في حدا ممكن يلبيك؟ والله بالنسبة لهم هنا المدير المسؤول على الصالة جاي يسوي الممكن يعني، بس ماكو رعاية منظمة بشكل مستمر. إحنا اللي أخذناه بعد الأوزفايز أخذنا أوراق خضراء، هذه الأوراق خضراء ممكن تروح بيها تراجع للدكتور، بس مو بشكل مستمر، ماكو فد شيء مستمر يعني. طيب حيدر، قبل ما تجوا يعني قبل ما تقرروا تجوا على ألمانيا، أنتوا كنتوا متوقعين إنه الوضع يكون هيك بمراكز اللجوء؟ لا صراحة تفاجأنا بهذا الشيء. كنتوا سائلين؟ كنتوا شو سمعتوا؟ سمعنا إنه ألمانيا يعني ما تطول أول شيء بالفرز، مو هذا وضعنا، نرتاح بمكان يعني للأحسن، إنما يعني شفنا الأسوأ جينا نرتاح، تبهذلنا بالزايد يعني. اللي سمعناه إنه العائلة إلها حصة الأسد خاصة. يعني مواصفات خاصة بسبب الأطفال الموجودين، خصوصا أنا عندي طفلة صغيرة عمرها سنة ونص، يعني المفروض أنه يكون عندنا الأولوية يعني، بس ما لقينا هذا الشيء. متفاجئين؟ كثير متفاجئين يعني. الشيء يعني مثل ما تشوفين حالتنا يرثى لها يعني، وضع مو مريح جدا، عايشين شد أعصاب على طول النهار، ماكو راحة، دائما قلق. مثل ما تسمعين احنا موجودين داخل هسه بالغرفة على يعني على اساس انه هذه الغرفة مالتنا، بس الصوت والضجة جاي تجي يعني مستمرة، هذه الضجة الى الساعة 2 بالليل 3 بالليل. حيدر، رغم الوضع يمكن اللي صعب شوية اللي شفناه بمركز إيواء اللاجئين، لكن أنت ضمن برنامج أيضاً لتعلم اللغة الألمانية، وهلأ رح نرافقك شوي قبل ما يبدأ الدرس اليومي تبعك. كيف ملاقي حالك بالألماني؟ والله بعد أنا في بدايات التعلم، طبعاً اللغة الألمانية لغة مو سهلة، صعبة يعني، وكل لغة بدايتها تتعلم يكون فد شيء صعب بالبداية، جاي أواجه بعض الصعوبات، بس الحسنة الوحيدة أنه لأنه عندي خلفية إنجليزي فأكو تسهيل بعض الأمور. في تشابه؟ في تشابه تقريباً. تقريباً تقريباً. حيدر، السؤال اللي عم يتبادر لذهني إنه شو اللي دفعك حقيقةً لأنك تغامر أنت وعائلتك وتطلعوا برحلة لجوء من هالنوع؟ أنت شفت يعني متفاجئين بالأوضاع، ما كنت متوقعين إنه تكون بهالصعوبة، شو اللي دفعك إنك تخطو هيك خطوة؟ صراحة هي خطوة مو سهلة علي ولا عائلتي. رحلة الموت، خلينا نسميها رحلة الموت. رحلة الموت كانت قاسية جدا. المجازفة إنه أنا كنت أريد أوفر فد أمان دائم لعائلتي، ألقى لهم فد مستقبل، لأنه ماكو مستقبل بالعراق، إحنا شبه الضايعين، فبقائنا بالعراق يعني الموت، يعني يعني قضاء على عائلتي. فكنت أفضل أنه أجازف هاي المجازفة البسيطة اللي هي كم ساعة أو كم يوم، بالمقابل أنطيهم مستقبل يعيشون بسلام العمر كله. لما بتقول موت، أنت كنت مهدد بالقتل أكثر من مرة بالعراق، خاصة بآخر فترة بعد ما اشتغلت كمصور مع الجيش العراقي. شو طبيعة التهديدات؟ يعني كيف حسيت انت فعلا انك خلص بهي اللحظه انت لازم تغادر صرت البلد؟ يعني التهديدات صراحه كثيره. واحده من التهديدات انه يجون يستهدفون، الحقيقه انا كنت المستهدف، بس صار بالخطا انه قتلوا اقربائي للبيت اللي بصفي، يعني الباب اللي جنبي مباشره، وقتلت مره حامل وابنها ايضا. كنت انت المستهدف من العمليه؟ كنت انا المستهدف، بس صار خطا يعني، اتصور مشيئه الله سبحانه وتعالى انه نجاني من هاي الموقف. واكو مواقف غيرها كثير، اكثر من تهديد واكثر من زرع عبوة وما أعرف شنو، مطاردة. ليه شو سبب استهدافك يعني؟ السبب الوحيد إنه أنا كنت مصور بقسم الإعلام العسكري العراقي،
السبب الوحيد اعتراضات المستمرة على طريقة عمل الحشد الشعبي مع الجيش. الحشد الشعبي كان أكو عنده تجاوزات، أكو انتهاك لحقوق الإنسان كثيرة. أنا هذه التجاوزات صراحة ما أحبها، ما كنت أطيقها لهذا السبب. سبب اعتراضي الكثير عليهم حسوا أنه أنا سبب فت خطورة لهم، وسبب أنه هم كانوا مسيطرين على الوضع بالعراق، مسيطرين حتى على الجيش وعلى الوزارات وعلى الحكومة. نحن عن آخر السنة لما بدأ الحشد الشعبي يقاتل مع الجيش ضد داعش. بالضبط، بعد انضمام الحشد الشعبي ساءت الأمور، وهم كانوا سبب التهديد إلي. يعني هو التهديد ما كان من الجيش العراقي، التهديد كان من قوات الحشد الشعبي. شو التجاوزات اللي أنت شفتها؟ أنت شفت تجاوزات فعلاً يعني كثير، بحكم أنه أنا مصور ميداني. كانت أكو تجاوزات كثيرة، يعني مثل شو؟ تصوير ناس أبرياء على أنهم إرهابيين، تفجير بيوت ناس ما إلها دخل بالإرهاب ولا إلها ربط بالإرهاب، يفجرون بيوتهم ويصوروها، تعال صور أنه على أساس أنه هذول إرهاب أو يضمون إرهاب، مع العلم أنه داخل البيت ما كان أكو طلقة واحدة، يعني بس مجرد تشويه سمعة، يعني لا أكثر ولا أقل. فهذه التجاوزات الكثيرة اللي حصلت أنا حاولت أنه أعترض عليها. سبب اعتراضاتي المستمرة أن نقل الموضوع من الأشخاص البسيطين إلى أشخاص أكبر وأوسع، يعني ذو سلطة، يعني فقرروا أنه يصفوني. حاولوا أكثر مرة بس بعرف، يعني الحظ اللي حالفني أنه ما قدروا يوصلوا لي، وبالنهاية قررت أنه خلص انتهت اللعبة، لازم أنه أخذ عائلتي إلى بر الأمان، وهاجرت. بدأت قصة المهاجرة، طلعت من العراق، خلص انتهى الموضوع. أنت قبل كمان عملك كمصور مع الجيش العراقي بدأت من 2003، من وقت سقوط نظام صدام حسين اشتغلت كمترجم مع الجيش الأمريكي. نعم. صحيح؟ نعم. هاي التجربة كمان أنت تهمت فيها بالعمالة وقتها، أنك كان تشتغل مع الأمريكان وكمان كان في تهديدات تعرضت لها. بالبداية خليني أعرف منك إنه قرار تشتغل مع الجيش الأمريكي بهديك المرحلة، ما كنت معتبر إنه تلك الفترة إنه هذا جيش احتلال؟ بداية فكرة الشارع العراقي وتقبل الجيش الأمريكي ودخول الجيش الأمريكي على أنه فاتح ومحرر وليس محتل، كانت الفكرة حسنة. يعني في شيء طبيعي بالشارع العراقي أنه أي شخص يشتغل ويا قوات أمريكية ماكو فد مشكلة، ماكو فد ضرر بهذا الموضوع. شو كان طبيعة عملك؟ يعني كان طبيعة عملك مكتبي أو كنت تطلع معهم أيضا في عمليات عسكرية؟ يعني كنت مترجم ميداني كمان؟ لا، أنا بالأساس ما كان عندي عمل مكتبي نهائياً. أنا ترجمتي كلها وعملي أساساً كله كان ميداني، كله بداخل القتال والحروب ومسلح أيضاً كنت، وكله بداخل المخاطرة وداخل الموت. وتعرضنا لكثير من الشغلات، عبوات تنفجر على السيارة اللي أنا قاعد بيها، أو رمي مباشر، أو مواجهات، أو كانت مجازفات، كل شيء كثير. أنت يعني كنت مسلح، ليش كنت مسلح؟ للحماية، حماية نفسي في حال انه ابتعدت عن التيم مالتي لسبب من الاسباب، مثلا صارت فد هجمه والتيم اللي وياي ابتعد عني مسافه، فحتى اكون انا حامي نفسي، على الاقل اكون عندي فد سلاح اقدر اواجه به الشخص اللي يجيني. يعني مجرد حمايه، ما كنت اقاتل به سلاح. طب حكيت قبل شوي عن تجاوزات للحشد الشعبي، هيك اقلقت ضميرك الانساني. مع الجيش الامريكي كيف كان الوضع؟ الحقيقة كان عندهم تجاوزات على حقوق الإنسان كثيرة، بس مو أكثر من الحشد. يعني صحيح تجاوزاتهم على حقوق الإنسان كثيرة، بس كانت تجاوزاتهم منضبطة نوعا ما، لأنه كانوا حاسين أو يعرفون بالضبط أنه أكو وراهم قانون، أكو وراهم حساب كتاب. صحيح تجاوزاتهم كانت كثيرة، تجاوزات على النساء، اعتداء بالضرب، اعتداء على أشخاص مثلا عزل أثناء المداهمة للبيوت، أو حتى ترهيب ناس مثلا يحاولون أنه يصحوهم من النوم ساعة 3 الصبح، يكون زوج وزوجته مثلا نايمين بسرير واحد، يدخلون على الغرفة خلسة ويصحون الزوج والزوجة بطريقة مرعبة جدا، بحيث أنه ينهارون يعني، أو يصعد هذا السكر أو يصعد الضغط أو يصعد ما أعرف شنو. طب أنت اشتكيت على بعض تصرفات عناصر الحشد الشعبي بالفترة اللي اشتغلت فيها مع الجيش الأمريكي، اللي كانت فترة طويلة من 2003 إلى 2012. قدمت أيضا شكاوي لما شفت في تجاوزات ضد نساء، ضد عزل، ضد مدنيين. والله أنا قدمت كثير من الشكاوى للجيش الأمريكي، اللي كانوا قسم منها يأخذونها بنظر الاعتبار، وقسم منها يحاولون يتجاهلونها أو يزورون الحقيقة. مثلا واحدة من الشكاوى اللي قدمتها بواحد من الجنود المارينز اللي كنت أشتغل وياهم، دخلنا الواحد من البيوت وكان أكفت قرآن متروك بمكان على
على الأرض الظاهر كانوا يقرون به، فضرب القرآن برجله يعني. اعترضت عليه قلت له هذا الشيء مو صحيح، هذا كتابنا والكتاب مقدس بالنسبة لنا، القرآن يعني دين الإسلام وكذا. الشخص كان مو متدين يعني، لا مسيحي ولا أي دين ثاني، فلهذا السبب كان ما مهتم للموضوع. فحبيت انه اوجه له رساله انه اذا انت مهتم لهذا الموضوع انا اهتم، على الاقل تراعي مشاعري انا كانسان عامل وياك، شخص جاي يشتغل وياك، على الاقل تراعي مشاعري انا. فرحت للضابط المسؤول وشرحت له القصه، قلت له انه هذا الشخص تصرف بهاي الطريقه وهي القران، القران مقدس. الضابط المسؤول عليهم كان انسان مسيحي متمسك متدين زين. فصراحة انفعل من تصرف هذا الجندي وعاقبه على هذا الأساس، بحيث أنه جمع كل الأستاف الوحدة اللي موجودين، الوحدة العسكرية. طبعا ذاك الوقت كنا بالفلوجة بسنة 2005، كانوا ساكنين، كنا متمركزين في مدرسة من المدارس كانت فارغة ما بيها مدنيين ولا بيها أي شخص تاني، متمركزين. فجمع كل الطاقم اللي موجود، الكادر الموجود، الجنود الموجودين، وبدأ يخطب بهم، قال لهم إنه هذا الإنسان، هذا الجندي أساء للدين، دين الإسلام، وإحنا جايين هنا مو حتى نسيء إلى دين معين، إحنا جايين هنا نحمي الناس، نساعد المجتمع اللي موجود، نحاول إنه نقدم لهم حرية، ازدهار، يبنون بلدهم. ما جايين هنا في سبيل إنه نقلل من شأن الناس اللي موجودين هنا أو حتى نعتدي على أديانهم. طيب هذيك الفترة ما فكرت أنك تترك العمل مع الجيش الأمريكي لما شفت تجاوزاته مثلاً؟ مو فقط هذا التجاوز لكن تجاوزات بشكل عام، فكرت أنك تترك، خاصة لما بدأت الاتهامات كمان أنك يعني أنه من يعمل مع الأمريكان عميل؟ صراحة أكو تأنيب للضمير بداخلي، بس بنفس الوقت ما أقدر أجازف بهيش فرصة عمل. فرصة العمل اللي كانت متاحة إلي بداك الوقت الراتب اللي كانوا ينطونيه فشي مغري يعني، مو كل عراقي يحصل هذا الشيء. اضافه الحب تعلمي للغه الانجليزيه كان في بداياته، كنت اتمنى انه اتعلم بعد اكثر واكثر حتى اكون مختص بهذا المجال. صحيح انه اكو انتهاكات، اكو تجاوزات، اكو كثير من الامور اللي كانت تضايقني، ومرات اترك العمل لفترات بسيطه بس اصدم صخره الواقع وارجع مره ثانيه صخره الواقع المرير، اللي هي انه ما تقدر تحصل قوتك. يعني بعد كم شهر تصبح معدم، ما عندك شيء للصرفه. فأضطر أنه أرجع مرة ثانية إلى هذا مجال العمل، ولا هو كان أساساً سيء بكل مجالاته. هو كان موت يعني، أنا كنت موت بطيء، كل يوم كنت أواجه سلسلة من أحداث مرعبة يعني، بس ما بليت حيلة يعني، ما كان عندي حيلة، هذه كانت وسيلتي للحياة، وسيلتي. كان في ثقة من قبل الأمريكان بك؟ أو بالمترجمين؟ نوعا ما، لا مو كل المترجمين، وماكو ثقة عمياء. مستحيل أنه يكون أنت يثقون بك ثقة عمياء، أنه مترجمين كانوا نوعين، أكو مترجمين محليين وأكو مترجمين يسموهم كاتو اللي هم جايين من أمريكا وياهم. هذولاك كان عملهم مو ميداني، عملهم مكتبي أكثر، الترجمة مكتبية، بس إحنا أكثر الضغط كان علينا إحنا، العمل الميداني كان علينا إحنا، نسبة الثقة تتراوح من مترجم إلى مترجم. وعلى أي أساس يعني تركت العمل مع الجيش الأمريكي؟ صراحة بعد وصلت إلى مرحلة إنه خلاص قلت هذه نهاية الخط. لما قدمت على لجوء الأمريكا مرة ثانية انصدمت بحقيقة إنه وضح لي إنه ما عندهم ثقة بأي شخص، حتى وإن كنت أنا اللي كنت متصور نفسي في يوم من الأيام إنه كانوا يثقون بي. زين انعدمت هذه الشيء، لأنه من جيت على شغلة التقديم على شغلة اللجوء واجهت عرقلة دامت 5 سنين. يعني شفت ناس ما مستحقين أصلاً يأخذوا اللجوء، وعندهم خدمة مع الجيش الأمريكي كلش بسيطة، ما تتجاوز السنة أو سنة ونص، حصلوا على اللجوء خلال 45 يوم. أنت كنت مقدم لجوء لخمس سنين وما أخذت. 5 سنين وما أخذت، رغم أنه أنا كانت ميزات اللي عندي أكثر، وفترة العمل اللي عندي أكثر، عندي أطفال، عندي عائلة، أكو تهديدات وهم كانوا يعرفون بها، أكو تقارير كنت أرسلهم إياه باستمرار عن شغلة التهديد، إضافة إلى أنه كنت كل كم شهر أنتقل من منطقة إلى منطقة في سبيل أحافظ على عائلتي من التهديدات. كنت مضطر تنقل مكان سكنك بشكل دائم؟ كل مكان كنت أسكن به بسبب الناس اللي موجودين كانوا يشتغلون، طبعا الميليشيات اللي موجوده بالشارع بسببهم، لانه اساسا هم يعني داخلك يعني بداخل مجتمعك، ما تقدر تعرفهم، ما تقدر تميزهم، مو فد شيء مميز، هو مو قوه نظاميه، هو ميليشيات موجود بالشارع ما تقدر تعرفه هذا منه. فكانوا يعرفون مكان تواجدي، كل فتره انتقل بيها برا كم شهر راح يلقوني. فأضطر أنه أحول من هذا المكان إلى مكان ثاني في سبيل أنه أحافظ على عائلتي. ورغم هيك الأمريكان ما أعطوك لجوء؟ لا. بعد
حيدر بقيان تقريبا ربع ساعة لتبلش حصة الألماني تبعك، فنلحق نكمل دردشتنا معك قبل ما تبدأ الحصة. مثل ما عرفنا أنت بتحكي أكثر من لغة، كم لغة؟ خمس لغات. خمسة شو هنن؟ العربي، إنجليزي، كردي، فارسي، تركي. واللغات هاي جمعتهم يعني خلال أسفار، لجوء، رحلات، كيف جمعت خمس لغات؟ هذا تعب السنين اللي أنا أعتز به صراحة، وجمعتهم خلال أسفار وعمل. حكم المكانات اللي أروح بيها إنه كنت لازم تعمل مع شركات تركية أو تعمل مع شركات إيرانية، أو سفر الإيران كنت يعني أحد المرات إنه بعد دراسة ما كملت دراسة في سبيل لا أدخل للجيش العراقي، انهزمت خارج العراق، طلعت خارج العراق، رحت إلى إيران. هاي أي سنة؟ ب97 نهاية 97 طلعت خارج العراق، رحت إلى إيران، بقيت بكردستان فترة سنة، تعلمت اللغة الكردية، وبعدين كونت علاقات وصداقات، وإنه طلعت إلى إيران وسكنت بإيران واشتغلت بإيران، وبقيت فترة طويلة وتعلمت اللغة وتعلمت القراءة والكتابة أيضا. كم سنة بقيت بإيران؟ تقريبا 6 سنين. ست سنين. وخلال هاي السنوات كيف فهمت منك تركت مشان ما تخدم الجيش بالعراق؟ أي نعم، كان تركت حتى ما أخدم الجيش. كان في تواصل مع أهلك خلال هاي الفترة؟ والله صراحة هي القصة مثيرة وغريبة في نفس الوقت. إنه أنا أول 3 سنين طلعتهن خارج العراق، أول 3 سنين دخلت بها مثلاً على إيران ما كان عندي اتصال بأهلي نهائياً لمدة 3 سنين متواصلة. إنه ما كانوا يعرفوا أنك أنت تارك، أنك أنت سافرت لإيران أو كيف؟ لا لا، هم أصلاً ما عندهم أي معلومات عن مكان تواجدي. ما يعرفون أنه أنا عايش أو ميت، ما كانوا يعرفون أي شيء، ما كان عندهم أي معلومة عن مكان تواجد، ما يعرفون هذا الشيء نهائيا. إلى أن قررت أنه أتصل بهم. السبب انقطاعي أول شيء سلامتهم، لأنه كنت أخاف عليهم. الحكومات كانت تصنت على كل مكالمة خارجية وخصوصا من إيران بسبب الحرب العراقية الإيرانية، فهذا السبب انقطعت عنهم. بعد 3 سنين قررت أنه أتصل بهم أشوف من اللي عايش من اللي ميت. 3 سنين فترة طويلة يعني، مر زمن يعني طويل. فالمفارقة انه انا ما كنت حافظ غير رقم بيت عمي، فلما حكيت من حضرتك حميدي انا ابن عمك، انا حيدر، انا كذا انا كذا، قال زين ايش تتذكر من الاحداث اللي صارت بيني وبينك؟ لانه احنا كان رفيق دربي يعني، اكثر طلعاتنا كنا نسوي اصدقاء مقربين جدا. فسولفت له امور ما حد يعرف بيها بس اني هو والله يعني. النهار يعني كنت اسمع صوت بكي، أخذت السماعة صدفة، أختي الكبيرة كانت جاية سفر من بغداد إلى أهلي، فأخذت السماعة من عندهم، قامت تحكي يا ناس عفونا بحالنا، إحنا تعبنا من هذا الموضوع، رجاء سدوا القصة، اتركوا هذا الموضوع، إن إنسان مات راح بحال سبيل. طبعا أنا كنت أتقطع من الداخل، لأنه هذا شيء صعب علي، إنه أهلي يصوروني أنا ميت وأنا بعدني حي أرزق عايش يعني، بس ما كنت أتصور إنه الأمور توصل إلى هذا المستوى. فلما انحشت قلت لهم حسن أختي، أنا أخوك، وأيضا كان أسرار بيني وبين أختي وحسن كنت قريب عليها جدا، كلش قريب عليها، إلى درجة أنه أكو أسرار بيناتنا ما حد يعرفها بس أنا وياها. فسولفت لها بعد فترة يعني، بعد ما استمر الحديث إلى فترة أنه انقطع الصوت، كنت أصيح ألو ألو ألو، ماكو، الظاهر أنه أختي انغمى عليها وقعت في الأرض. ذاك الوقت قاموا يأخذون السماعة كل واحدة شوية، صدمة كبيرة للعائلة وإلي بنفس الوقت. ليش إلك كانت صدمة؟ شيء مؤلم إنه تترك أهلك لأسباب كثيرة يعني، شيء مؤلم إنه أنت شاب بداية حياتك وتشوف نفسك إنه ما عندك بيت، ما عندك مستقر، ماكو هدف، انت ضايع، انت بالمجهول، ولما ترجع الى بلدك بعد ما فايت الاوان وتحاول تكون اسره وبيت وترجع مره ثانيه للمجهول. انت بعد ما تركت ايران رجعت للعراق متوقع رح تبقى بالعراق، وانك بدات تكون حياتك بالعراق، وهلا بالنسبه لك انك رجعت في بلد اجنبي رح تبدا من الصفر. هو المشكله انه انا كونت من الصفر، بديت لما رجعت من إيران للعراق كان هدفي إنه أكون أسرة وأكون بيت وأكون حياة خاصة بي، وكونت هذا الشيء على مرار سنين، حجرة حجرة بنيت، أي يعني من أصغر الأمور والاحتياجات البيت إلى أكبرها خليتها ببيتي، وكونت كل شيء واشتريت كل شيء وجهزت كل شيء، وبعد
ما جهزت كل شيء، كل شيء انهار. ما أعرف إيش وقت تنتهي هذه المأساة. يعني من مأساة إلى مأساة إلى مأساة إلى مأساة إلى ما أعرف، ما أعرف أكو نهاية لهذا الشيء. ما 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 جاي يعني أتمنى إنه يكون أكو فد نهاية لهذه القصة. أتمنى إنه أشوف في يوم من الأيام إنه إحنا يعني بالعراق أنا قضيت كذا سنة، أنا متبهدل متهجر أنا وعائلتي من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان بحثاً عن الاستقرار، ما لقينا استقرار بالعراق، وهسه إجينا لهنانا وجاي نواجه أيضاً الظروف صعبة، معاناة، ماكو فشي. صحيح أنت جاي تاكل تدرس تشرب، بس هذا مو كل شيء، هذا مو كل شيء، تشرب بس هذا مو كل شيء، هذا مو كل شيء.